الحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا لهذا اللقاء المبارك في المسجد الحرام وقرب الكعبة المشرفة. أحمد الله عز وجل وأشكره، لا أحصي ثناء عليه، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين، سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأشكره على نعمه التي لا تحصى، ثم أشكر القائمين على التوجيه والإرشاد بالحرم المكي الذين أتاحوا لنا فرصة هذا اللقاء. أسأل الله أن يجعله لقاء مباركا نافعا. هذا اللقاء أيها الإخوة تحت عنوان رمضان حكمه وأهم أحكامه، ويسعدني أن أتكلم حول هذا الموضوع بكلمات يسيرة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. ونبدأ بهذا بالكلام حول فضل شهر رمضان المبارك. هل هذا الشهر، شهر رمضان، هل له فضل على الشهور الأخرى أو ليس له فضل عليها؟ شهر رمضان أقبل علينا شهر كريم، أقبل علينا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويفتح فيه أبواب الخير. شهر رمضان شهر الخيرات والبركات، شهر أنزل الله فيه القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان شهر عظيم أيها الإخوة، فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. لا إله إلا الله. ليلة واحدة أيها الإخوة، ليلة واحدة خير من 1000 شهر، فيا سعادة من أدركها وقامها مؤمنا محتسبا مخلصا لله في عبادته. هذا الشهر العظيم شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، كما ورد: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا الشهر أيها الإخوة فيه خصال عظيمة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، منها أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر. هذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام، وهي رائحة مستكرهة عند الناس، لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك. لماذا؟ لأنها ناشئة من عبادة الله وطاعته. واعلموا أيها الإخوة أن كل ما نشأ عن عبادة الله وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه، يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكثر من الأعمال الطيبة ومن الخصال العظيمة. هذا الشهر العظيم من حسنات الله عز وجل فيه أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال، فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق. مردة الشياطين يصفدون كما ذكره البخاري ومسلم بلفظ صفدت الشياطين، فهم يربطون. مردت الشياطين يربطون بالسلاسل والأغلال، فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله وما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير. وهذا من معونة الله لهم أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذا في شهر رمضان تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر أكثر من غيره. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ورد أنه يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام. كل هذا تفضلا منه سبحانه بتوفية أجورهم عند انتهاء أعمالهم، فإن العامل يوفى أجره عند انتهاء عمله. وقد تفضل الله عز وجل على عباده بهذا الأجر من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم، ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا الله بها، لأن العبادة لا تؤخذ إلا من وحي الله إلا رسله. ولذلك أنكر الله على من يشرعون من دونه وجعل ذلك نوعا من الشرك، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فربنا سبحانه وتعالى تفضل على عباده بهذا الأجر العظيم أن شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم. ومن فضل الله عز وجل أن وفقهم للعمل الصالح، وقد تركه كثير من الناس، ولولا معونة الله لهم وتوفيقه ما قاموا به، فلله الفضل والمنة بذلك. إخواني، بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. هذا الشهر العظيم فيه الصيام، والصيام أيها الإخوة نعلم جميعا أن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وفضائل الصيام عديدة جدا وكثيرة جدا لا نستطيع أن نحصيها، ولكن نشير إليها في هذا اللقاء إشارة يسيرة. من فضائل الصوم أن الله كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله وعما يترتب عليها من ثواب، ما فرضه الله على جميع الأمم. هذه فضيلة عظيمة أيها الإخوة، فضيلة عظيمة. ومن فضائل الصوم في رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب، كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فضل عظيم أيها الإخوة. كيف لا نفرح بالصوم؟ كيف لا نحب الصوم؟ وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. هذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. الوجه الأول أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على شرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله، فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه. فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، ولهذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهناك فائدة عظيمة جدا ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، وبين أن فائدة هذا الاختصاص تظهر يوم القيامة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم، فضل عظيم لله الحمد والمنة. الله قال في الصوم: وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. أضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. ولعلكم تعلمون أيها الإخوة أن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس. ولذا اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصوم جنة، الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث. ولذلك قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والصوم يقيه من النار، نسأل الله العافية. ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. أضف إلى ذلك أيها الإخوة أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. كيف يفرح عند فطره؟ فرحه عند فطره يفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام، الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكم أناس حرموه فلم يصوموا، ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب والنكاح، الذي كان محرما عليه حال الصوم. وأما فرحه عند لقاء ربه، وهو الأهم، فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله تعالى موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقول: يا رب أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم. وفي هذا الحديث إرشاد عظيم لك أيها الصائم: إذا سابك أحد أو قاتلك لا تقابله بالمثل، لئلا يزداد السباب والقتال، وألا يضعف أمامه بالسكوت، بل يخبره بأنه صائم، إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراما للصوم، لا عجزا عن الأخذ بالثأر، وحينئذ ينقطع السباب والقتال. وقد قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصوم إخواني، افرحوا بالصوم، واستعدوا له واستبشروا به، لأن فضائل الصوم عظيمة جدا. من فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. إخواني، فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم، لا تدرك حتى يقوم الصائم بآدابه. فينبغي أن نفرح بالصيام ونجتهد في إتقان الصيام وحفظ حدوده، ونستقبله بتوبة نصوحة إلى ربنا سبحانه وتعالى من تقصيرنا، وألا نكون من الذين إذا جاء رمضان في النهار ينامون وفي الليل يلعبون، معرضين عن طاعة الله ورسوله. فينبغي لنا أن نجتهد في ذلك كل الاجتهاد. إذن يا إخوان، ما هو الصوم؟ ما هو الصوم؟ عرف الصوم. ما هو الصيام؟ هل تعرف الصيام؟ الصيام أيها الإخوة تعريفه في اللغة هو الإمساك. الصيام تعريفه في لغة العرب الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالت صوما، وفسرت هذا الصوم بقولها: لن أكلم اليوم إنسيا. فمعنى صوما أي إمساكا عن الكلام. فهذا تعريف الصيام في اللغة هو الإمساك. تعريف الصيام في اللغة هو الإمساك. أما في الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وكل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام، تمسك عن الأكل والشراب وكل المفطرات التي سنتكلم عليها إن شاء الله قريباً. تمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام الذي نريده أيها الإخوة. فينبغي لنا أن نعرف الصيام. وهذا الصيام أيها الإخوة الكرام له حكم عظيمة. الصيام له حكم عظيمة سنتطرق إلى بعض منها وليس كلها، لأن حكمه لا يمكن للإنسان أن يفي بها. ما هي حكم الصيام؟ ما هي الحكمة من الصيام؟ ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه له الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه. فالله سبحانه هو الحكيم في خلقه وفي شرعه. نعتقد اعتقادا جازما أنه لم يخلق هذا الخلق لعبا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم، وشرع لهم الشرائع يزداد بها إيمانهم وتكمل بها عبادتهم. ولذا اعتقد أيها الأخ المسلم أنه ما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. ولذا شرع الله العبادات ونظم المعاملات اختبار ابتلاء وامتحانا لعباده ليتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهواه. فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه راض بشريعته مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه. ومن كان لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق مراده فهو عابد لهواه ساخط لشريعة الله معرض عن طاعة ربه جعل هواه متبوعا لا تابعا، وأراد أن يكون شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل العبادات متنوعة ليتمحص القبول والرضا. وليمحص الله الذين آمنوا، فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه. فجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام. فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه، كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام انقياده ومحبته لربه وتعظيمه له، فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. ولذا الصيام أيها الإخوة له حكم كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه. فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وقوة محبته له ورجائه ما عنده. لأننا نعلم أيها الإخوة أن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه. ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها قدم رضا مولاه على هواه فتركها أشد ما يكون شوقا إليها، لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل. ولذلك ولله الحمد تجد كثيرا من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يفطر. وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها، أن الصيام عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يقول لمن سابه أو شاتمه: إني امرؤ صائم، تنبيها له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم، وتذكيرا لنفسه بأنه متلبس بالصيام فيمتنع عن المقابلة بالسب والشتم. ومن حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة، وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم. فهذه من أعظم حكم الصيام، ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة إذا جاء الصيام نعرف أنه شهر الصوم لا شهر الطعام. الناس يتفننون في الأكل في هذا الشهر ويكثرون منه، فأنت أكثر من الطاعة وقلل من الأكل. ومن حكم الصيام أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث أنعم الله عليه بالأكل والشراب والنكاح، وقد حرمها كثير من الخلق، فيحمد الله على هذه النعمة ويشكره على هذا التيسير، ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما يبيت طاويا جائعا فيجود عليه بالصدقة، يكسو بها عورته ويسد بها جوعته. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها، والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته في المهالك، وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب. ومن حكم الصيام كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق، فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها على الأشر والبطر والعلو والتكبر على الخلق وعن الحق، وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشغل بتحصيلها، فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سببا لهلاكها، والمعصوم من عصمه الله. ومن حكم الصيام أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا حديث متفق عليه. فجعل الصوم وجاء لشهوة النكاح وكسرا لحدتها. ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة، وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك. فما أعظم حكمة الله وأبلغها، وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها. وحكم الصيام أيها الإخوة حكم عظيمة جدا جدا، لا نستطيع أن نفي بها، ولكن أهمها هو التعبد بطاعة الله عز وجل. ولذا نعود ونتكلم حول حكم صيام رمضان. كلنا نعلم أيها الإخوة أن حكم صيام رمضان فرض واجب بالنص والإجماع، وخاصة إذا علمنا مرتبته في الدين الإسلامي أنه أحد أركان الإسلام. فالصيام ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي. ونعلم أن ظن الصيام ورد في وجوبه أحاديث كثيرة وآيات، فمن الآيات التي توجب صيام رمضان وفرضه على هذه الأمة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالصيام إخواني، صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. ولمسلم: وصوم رمضان وحج البيت. فمما يدل على وجوب الصيام وفرضيته هذه الآية وهذا الحديث، وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعاً قطعياً معلوماً بالضرورة من دين الإسلام، فمن أنكر وجوب الصيام فقد كفر، نسأل الله العافية. من أنكر وجوب الصيام فقد كفر فيستتاب، فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافراً مرتداً عن الإسلام. وأنتم تعرفون أن الذي يقتل كافراً مرتداً عن الإسلام لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له بعيداً في مكان ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته، نسأل الله العافية. هذا الصيام الأدلة على وجوبه كثيرة ومتنوعة جدا. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وكان فرض الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه، المرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي يعني فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، يعني بها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأوجب الله الصيام عينا بدون تخيير. ثم اعلم أخي المبارك أنه لا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر، ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال، كما قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولا يشترط أن يراه كل واحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع، لكن يشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغاً عاقلاً مسلماً موثوقاً بخبره لأمانته وبصره. وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وفي خروجه في رمضان أو غيره، لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يؤذن في الناس معلناً ثبوت الشهر ليصوموا حين ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزماً لهم بالصيام. الأمر الثاني مما يحكم فيه بدخول الشهر إكمال الشهر السابق قبله 30 يوماً، ولذا من تم الشهر السابق متى تم الشهر السابق 30 يوماً حكم شرعاً بدخول الشهر الذي يليه وإن لم يرى الهلال. بهذه الأحاديث والأحاديث كثيرة تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله، فإن لم يرى الهلال نكمل شعبان 30 يوماً. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نهتم بهذا الأمر كل الاهتمام. ثم بعد ذلك إذا رأينا الشهر وثبت عندنا دخوله فإننا ننظر في أقسام الذين فرض الصيام عليهم، يعني من هم الذين استقرت أحكام الصيام عليهم. ولذا نقسم الذين يصومون إلى 10 أقسام: الذين يجب الصيام عليهم أو لا يجب عليهم 10 أقسام. من هم؟ من هو الذي يجب الصيام عليه؟ من هو الذي يجب الصيام عليه؟ القسم الأول الذي يجب الصيام عليه: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. الذي يجب عليه الصيام من هو؟ المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، فهذا يجب عليه صوم رمضان أداء في وقته للآيات المتقدمة وللأحاديث التي تقدمت في وجوب الصوم، ولإجماع المسلمين على وجوب الصيام أداء على من وصفنا. الكافر لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لأنه ليس أهلا للعبادة، فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، وإن أسلم في أثناء يوم منه لزمه إمساك بقية اليوم، لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه ولا يلزمه قضاؤه، لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. هذا القسم الأول. القسم الأول من هو؟ الذي فيه 6 شروط: 6 شروط: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. القسم الثاني الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. لكن هذا الصغير يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه، لأن السلف الصالح رضي الله عنهم فقد كانوا رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من الصوف أو نحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها. ولكن للأسف كثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة، فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا. فينبغي لنا أن نعلم أن الصغير يجب أن ينبغي لولي أمره أن يمرنه على الصيام. عرفنا القسم الأول الذي فيه 6 شروط، هذا يجب عليه الصيام أداءً. والقسم الثاني الصغير لا يجب عليه الصيام، ولكن ينبغي لولي أمره أن يدربه على الصيام. القسم الثالث المجنون، وهو فاقد العقل، فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه الصيام، لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لو كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، لكن لو جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة. وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون. وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية يومه، لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه قضاؤه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم. القسم الرابع: الهرم، رجل أو امرأة. الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز. لكن إذا كان يميز أحيانا ويهدي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه. القسم الخامس: العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يجزى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه. وقد قال الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذا العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يجزى زواله يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادل له. ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر، أي نصف كيلو 10 غرامات بالبر الجيد، أو يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه. قال البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. إخواني، الشرع حكمة من الله تعالى ورحمة رحم الله به عباده، لأنه شرع مبني على التسهيل والرحمة وعلى الإتقان والحكمة. أوجب الله به على كل واحد من المكلفين ما يناسب حاله ليقوم كل أحد بما عليه منشرحا به صدره ومطمئنة به نفسه، ويرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله على هذه النعم، ونشكره سبحانه وتعالى على هذه الهداية التي هدانا الله عليها وقد ضل عنها كثير من الناس. نسأل الله أن يثبتنا عليها إلى الممات. أيضا أيها الإخوة، القسم السادس، أظنه القسم السادس: المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر فإن قصد ذلك المسافر لأجل أن يفطر فالفطر عليه حرام، والصيام واجب عليه حينئذ. فإذا لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام وبين الفطر، كما قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن الأفضل للمسافر ما دام أنه مخير بين الإفطار وبين الصيام، الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإن تساويا فالصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس. أما إذا كان المسافر يشق عليه الصيام فإنه يفطر ولا يصوم في السفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصيام في السفر. لكن هذا المسافر إذا قدم إلى بلده في نهار رمضان وهو مفطر، إذا قدم في نهار رمضان وهو مفطر، نعلم أيها الإخوة أنه لم يصح صومه ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر. لكن إذا قدم وهو مفطر هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم، وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء: لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم، لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه، وحرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطنا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره. وهذا مذهب مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، لكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به. القسم السابع: المريض الذي يرجى برء مرضه، وله ثلاث حالات. إحداها المريض، إحدى الحالات أن ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكره له الصوم مع المشقة، لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه. الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر، ولا يجوز له الصوم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ومن حقها ألا تضرها، مع وجود رخصة الله سبحانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لكن لو حدث للإنسان مرض في أثناء النهار وهو صائم وشق عليه إتمامه جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر. وإذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر. ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ فيه خلاف بين العلماء، وقد سبق ذكره قبل قليل في المسافر إذا قدم مفطرا. لكن إذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر البرء جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض، فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر، وإن كان لا يرجى زواله فحكمه حكم القسم الخامس يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. القسم الثامن المرأة الحائض يحرم عليها الصيام ولا يصح منها، وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه، وإذا طهرت من الحيض في أثناء رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصوم في حقها في أول النهار، لكن هل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف تقدم ذكره قبل قليل. وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصيام، ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب، إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التي فاتتها، ولذا سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أما القسم التاسع المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برئ. القسم العاشر من احتاج للفطر لدفع ضرورة كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي فإنه يفطر بل يجب عليه حينئذ، لأن إنقاذ المعصوم من الهلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر. وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم، وأما إذا كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر ذلك إلى التهمة إلى نفسه ولا إلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لكن لا بد للإنسان يا إخواني أن يهتم بالقضاء. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن المفطرات التي يفطر بها الإنسان كثيرة. ما هي؟ الجماع في نهار رمضان، الإنزال بالمباشرة، الأكل، الشرب، وما بمعنى الأكل والشرب، الحجامة، القيء، كل هذا لا يفطر الصائم بشيء منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا، عالما ذاكرا مختارا. فهذه ثلاثة شروط. والمفطرات يا إخوان هذه عرفناها. ما هي التي تفطر الإنسان في الصيام؟ أعظمها الجماع، ثم الإنزال بالمباشرة، ثم الأكل والشرب، وما بمعنى الأكل والشرب، والحجامة والقيء لكن لا يفطر الصائم بشيء منها إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا. ولذا الوقت يضيق، ولعلنا نعدكم إن شاء الله أننا في جميع أيام رمضان بإذن الله تعالى سنقرأ لكم كل الأحكام من أولها إلى آخرها من كتاب مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وقد أفاد وأجاد فيها وبين لنا ما ينفعنا وما يضرنا استدلالا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنعدكم إن شاء الله أننا سنتكلم فيها يوميا إلا يوم الخميس والجمعة، فهذه إجازة، لكننا نتكلم عنها بإذن الله كل هذه الأيام، نتكلم عنها من أول الشهر إلى آخره، ونحيط بإذن الله في أكثر الأحكام الذي يبطل الصيام والذي يصحح الصيام، وما يجب أن نفعله وما يجب أن نتركه وما ينبغي لنا أن نبتعد عنه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لبلوغ شهر رمضان المبارك، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.